الله عجزت فيه بس ماله عم يرضى، قال انا ما بتجوز ليجوز اخي عمر. يا مو بركدا زعلان لانه بيت ابو خيره ما عادوا بنتهم. لا يا مو لا، هو من الاول ما نفكر بالجواز، بس انا يوميت الحق علي على قد ما زنيت على راسه قال لي روحي شوفيها. ولا فهمية لسه ما خلصتي؟ لك يلا يا مو خفيها شوي، هلا اخوك بيضوج علينا. شو يا مو جاهزين؟ ايه يا مو، بس عبين ما تلبس فهمية. كن طولوا على خالتي؟ يعني القريب المغرب. اخي شو رأيك ندور لك على عروس من باب السلام؟ والله مشتهيين نفرح فيه. لك اختي هلا انا ما عم فكر بالجيزة، على كل يعني مش كان لقيتوا بنت مناسبة اسألوا عنا وعن اهلها بعدين نحكي عن الموضوع. الله بتقبرني. يلا يا فهمية. جاهزة انا. هاي الحمد لله صرتي جاهزة. يلا يلا يا مو يلا. يا مو الله يخليكي خليني اروح معكم. لا انتي خليكي ديري بالك على اخوكي مسلم. طب بتجيبي لي حلق وهريسه؟ اي خلص تكرم عيني. ثاني مره انا بروح معك، مو كل مره سعاد سعاد. بالله شو؟ لا تتنطي. خلص بقى انتوا التنتين. ها يمكن هي الدايه تجيبك. روحي افتحي الباب. مين؟ اهلا وسهلا. اهلين. صباح الخير. اهلين. ليش تاخرتي؟ صار معي شغله. اما شو شغله؟ بتفقع ضحك. شو هي؟ ام تحسين. شبه ام تحسين؟ كويتها. يخرب بيتك على هالعملة، ليش كويتيها؟ لك مو كانت عم شو بدي ساوي يعني؟ يلا رايحين؟ يلا 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 تفضلوا. يلا خاطركم. الله معك يا عمي. ديري بالك على الأميرة على أخوك. الله يرضى عليكي. هلا بدي أقلب باب تفتح لي خالتي، تسألي لي إياها إيش كان جوزها جوا. أنا ماني فايق. إيش كان مو جوا فوت بسلم عليها. يو ليش تقمرني؟ فوت سلم عليك رمال خالتك. بعدين والله الرجال بحبك وكان يحب ابوك الله يرحمه كثير، ما يطلع من عنده ونطح ولا ابنه. لك يا امي على عيني وراسي هذا الكلام، بس هلا بدي افتح لي سيره الحج. ما بنخلص بعد العشاء، صرت سمعانه منه اكثر من 20 مره، حفظت اكثر من اسمي. يلا يا مو يلا. ان شاء الله بتقبل قلبي. تعالي يا مو تعالي. خدمني. هذا الاسود الفيديو. يلا شباب هات لي اشوف. هذا يلا خلصيني وانتوا يلا هات لي. قربي اختي قربي، اشلعي شرب ميتك وقربي تعي. ولا حركه ولا هك ولا حركه. يا حباب طلع الدهبات. يما لسه معك شيء؟ خدي يمكن خلص خلص. لك هذا شاهر ابن مشاهر. يسلم لي عينه. الله يخليه لامه يا رب. قوم لك معكو شرف؟ ما في اخلاق؟ لك معكو الحريمات تخافوا عليهم؟ روح يا شاهر الله يحميك ويستر على حريماتك. امين. انت بتعرفيني يا اختي؟ ايه انا ديب الدعي وهي ام خيره وبنتها سعاد. حريم هاشم افندي. هي السبعة نعم الله. يبعت لي حمى. ايدك مجروحه؟ لا اختي لا، هذا دم هدول الكلاب. يا مو سعاد معك محرمه؟ ايه يا مو معي. يلا يا شباب كل واحد على شغله. يلا غطي وشك يا مو. الله محيي اصلك والبطن الحملة. الله محييك على راسي والله. لك تسلم كل الرجال مثلك يا هيك القضايات. انت اللي خديت الحريم بحارتنا يا وطي. لا يا عكيتة خبروني هذا قبضاي هو خلص حريم الهلندان. شو؟ مثل ما عم اقول لك. لا تاخذنا قبضاي، حقك علينا. بسيطة عقيد، صغيرة. لكن وين هالكلاب اللي اعتدوا على الحريم بحارتنا؟ اكلوا نصيبهم. هذا خنجر واحد منهم. ومنين راحوا هالكلاب؟ من هون عقيد. بتروحوا وراهم وما بترجعوا الا وهنن معكم. عمرك علي منين القبضاي بلا صغره؟ محسوبك من حاره عياش. والله والنعم منك ومن مختاركم ومن عقيدكم ومن كل اهل حاره عياش. والنعم منكم عقيد. رايتك بيضة عمي، يشهد الله انك فضلت علينا وعلى كل اهل حارتنا يا ابن الاصول. رايتنا هي رايتكم و
وراية كل أهل الشام. هذا أبوك ابن عمي أبو خيرة. هذا أنتو وين كاينين؟ بالسوق. شو عم يساوي وراكم هذا الواطي؟ وين بالك يا رجال؟ ماشي ورانا خايف علينا. خايف عليكم؟ ايه. من شو خايف عليكم؟ احنا بس أبو حلوة ابن عمي عيب. عيب على اللي بيساوي العيب، امشي قدامي انت وياها. خير يا قضاي، ليش ماشي ورا الحريم؟ والله ماشي لاحميهم يا عمي أبو خير، وأنا ماني عارف عامل لي شهم وبضاي. امشي بطريقك، امشي امشي، بعدين بنحكي لي كل حادثة الحديث. الله يسامحك عمي، الله يسامحك. امشي بطريقك. حركي فيها. يلا يلا حركي، خلص رايحين. السوق مبين لك. انا بدي اعرف ايمتى بدك تخلص قصتنا مع بيت العياش. امشي انت وياها. حركي، يلا افتحي الباب اشوف. امشي قدامي. فوتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين باشا افندي. شرف شرف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك شيخي؟ الحمد لله رب العالمين. اهلين بابو خيرو. اهلين يا مختار. شو ابو خيرو؟ شايفك مو على بعضك، في شيء؟ اسمع يا مختار، أنا موجه عليك الله تقول لبيت العياش إنه يكفوا أزاهن عني، لأني أنا عم بتحاشاهن محاشاي. سامحتك أبو خيرو، صلي على النبي. ودام عود عود وروي، خلينا نفهم شو القصة. عود. اللهم صلي عليك يا نبي. يا أبو خيرو، هات لشوف شو القصة بدون عصبية. الله يرضالي عليك. هذا شاهر ابن عمه للأخ. بجوز هيك يا مختار، بصير ولاد الأصول يعملوا هيك؟ والله إذا كان الحكي صاير معناتها شاهر غلطان، والغلط راكبه من راسه لأساسه، وهذا الغلط مو قليل منوب يا بدام. إذا كان ابن عمي عامل هيك يا مختار، رح جرسه بالحارة واتبرى منه. بس إذا كان الحكي مو مزبوط. أنا ما بكذب، أنا شفته بعيني. عم بقول إذا كان مو مزبوط، ساعتها حقكم علي وبكون أنا غلطان، بس عم قلك أنا شفته بعيني. شو بكذب عيني؟ خلاص أبو خيرو، ترك الموضوع علي. أنا إذا تأكدت إنه هالشي صار، لكل حادث الحديث. شو عليه؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شو القصة بدام؟ شبهن ولاد عمك؟ لسه كل يومين والثالث بنطلي واحد منهم وبيعمل لي مشكلة. من امتى كانوا بيت العياش هيك؟ ها؟ والله ما بعرف يا مختار، أنا ماني مصدق. شاهر أنا مربيه، كله شهامة وشرف ونخوة. يعني بدك ما تأخذيني؟ اللي عمله هاشم أفندي اليوم ما له حق فيه منه. والله بعرف، وأنا دائما بقول له لك يا رجال مو مستاهلة، انساها القصة. بس ما في فايدة، وانا هلا ماسك قلبي بايدي، خايفه يروح يعمل له شيطانه مع بيت العياش. يعني فوق حقه دقه. اي والله اللي عمله شاهر اليوم بينباس عليه من بين عيونه. ان شاء الله يقبر قلبي. غطي وشك يا مو. يو، حدا بصح له صهر مثل شاهر وبيقول لا؟ شايفه والله هذا اللي صار. بس الله يخليك، خلي الحكي بيناتنا. ها يو، شو هالحكي؟ اي والله والله، وما إلك علي يمين، انا بعرف اسرار كل الحاره، وما في يوم فشيت سر انا مأمني عليه. اي والله بعرف بعرف. يلا بالاذن. وين قاعدين لسه بكير؟ خليني روح شوف هالمسكينه شو صار معها. مين؟ ام تحسين. اي والله انشغل بالي عليها. لك انت قبريني، لا تنسي تعزميني نسوان الحاره كلياتهم يوم الخميس الجاي على الحمام. تكرم عينك. وحريم بيت العياش بدك اعزم لك ياهم؟ إيه لكان، عزمي لي أم شاهر وبناتها وأم أدهم كمان. بس هي أم صفوان لا تعزميها، بعد لحمة ما حبيتها. معك حق، مأنزعة. طيب سألتي هاشم أفندي بركي ما هان عليه تعزمي بيت العياش؟ لا لا، أنا سألته قال أنتو حريم ببعضكن وما دخلكن بقصص الرجال. إيه منيح، لكان يلا أودعناكم. الله معك. أحلى فهد. على راسي يا حدو، شكلنا اليوم ندبر حالنا بالغداء. هلا بنجيب لنا شوية فلافل وحمص، مو مشي حالنا. شو فلافل وحمص؟
انتوا ناس تعيبه لازم تتغدوا. انا بتبعت الصبي بيروح يجيب لنا رطلين كباب من عند الفخري. الله لا يحرمني اياك يا فهد. تعال يا ابني. واقف عمي واقف. اخري عمي اخري. الله يبارك بالشباب، كتر خيرك يا ابني. لك عمي كنت ندهنك اللي ساعدناك. والله خفت يكون فيها سئلة يا ابني. لا يا عمي ما فيها سئلة ولا شيء، هذا واجبنا. عمي مو انت اللي خير عمي شوفي. مو انت اللي دفعت عني كرير خان بهداك الزمان؟ انو خان ها؟ خان عياش. يوميتها كنت انا بتنشتر ما معي مصاري، والشب اللي كان بالخان كان بده يشلحني الحمار بدال الكريه. اه اي 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 تذكرتك. اهلين عمي اهلين والله. وينك يا رجال يا طيب؟ صدقني رحت لعندك مرتين ثلاثه مشان يعني اعطيك حقك ووفي زمتي ما لقيتك. عمي انا سامحتك من زمان. ما بصير يا عمي ما بصير. بصير عمي بصير. عمي الله لا يدع المعروف بيناتنا، انا اسمي ابو عطا من الغوطه الشرقيه. انعم واكرم والله. الله يكرمك يا رب. لي شرف شرف. كتر خيرك يا ابي. خلي ابنتك تفهميني انه هالواطي شافكم بالصدفه. والله يا رجال انا ما لمحته بكل المشوار الا بالوقت اللي هجموا فيه علينا الحراميه. لك خلق خلقه منين الله بعده ما بعرف. ايوة تحركشكن، طلع منه حركات هيك ولا هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انت بشو هو بشو؟ الرجال هجم على الزعران ماله شايف قدامه، دماهن تدماية، رماهن على الأرض مثل الأرانب، ايه خلاهن يطلعوا الذهبات مثل ما الله خلقهن. ايه ذاتاً هو لا عرف لا لحنا من أي حارة ولا حريم مين منكون، لو ما ديبة عرفته وعرفته علينا وعلى حالها. عرفته عليكن؟ وشافوش حدا منكن؟ لا ما شافوش حدا منا، بس ديبة قالت له إنه نحن حريم أبو خيره. آه. وما التقى بهديك الحارة غير ابن العياش لحتى يخلصكم من الزعران، وضروري كان لازم تخبروه انكم عيال ابو خيرو. يا رجال هدول اهلنا وناسنا، مهما صار ما لنا غنى عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عمي تفضل. الله يزيد فضلك. ايه سيدي وين صرنا؟ والله نسيت. ايه بالمزيري قام أمير الحج قال اليوم هون رح نبيت. يا سيدي مو أمير الحج اللي قال، الأنباشي اللي تحت إيده هو اللي قال. سيدي المهم وقفت هجمال وبلشنا ننزل الغراض. ونحن كمان والله سنت الحجينا نمنا بنديري. يا رب لا تسمح لي أبلغ غيب. لسه بكير يا زلمة. كمل القصة الأخ بعيد عنا بجريا مجهولي بدون نام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا حبيبي على العلا. ومنين اجا؟ ايه سيدي رح كمل لك القصه. نمنا هديك الليله بالمزيري وعلى بني نوصل على الشام بعد يومين. هلا رح بحكي لك القصه من اولها. هذا يوم اللي رحنا على الحج انا وخالتك، كانت الدنيا شتويه وكان ابوك الله يرحمه ويرحم امواتك. تعيش عمي تعيش تترحم. ودخلنا عالشام يا مرحوم البي بعد أذان الفجر بشوي. الله أكبر الله أكبر. لا بعد الأذان بشوي. يلا عمي عن إذنك. لك عود عمي مصلي الفجر جماعة. لا عمي يستر على حريماتك ونصلي بالبيت. لك عود لأحكي لك شلون استقبلونا بالحارة. بعدين عمي الله يخليك بعدين. يا مو يلا يلا خذونا طريق عمي. يعني عجبتك جريتنا مبارح بآخر الليل ما في بالحارة غير الدومري. شو بدنا نساوي لك أمي؟ جوز خالتك هيك طبعه الله يصلحه لتات. شو شهيرة لسه ما رحت على بيتها؟ إمتى بدها تروح؟ نحن ما رجعنا من بيت خالتك لقبل طلوع الشمس بشوي، وابنها حده ما كان ينام هلأ لحتى قدرت تدخل تكسر نعوستها. شوفي أمي مرت الرخرة بدكم تروح على بيت خالتي، يا بياخدكم أخي عمار يا أب حده. أنا ما عاد روحها والله عال لسه كل ما بدي اروح بدي احكي لي قصه الحج تبعه. شو ما في غيره حج بالدنيا. لك الله يعين خالتك عليه. بس معلش تقبرني بدك تتحمله زلمه كبير. اخي لقيت هاي المحرمه بجيب شروالك اغسلها مع الغسيله. لا لا تغسليها هاتي لشوف هاتي لهون.
شو حلوة ريحتها. منين هالمحرمة يا مو؟ منين؟ اشتريتها يا مو، اشتريتها من السوق. ايه بس نسوانية هاي. هالحقا نسوانية؟ أنا لما اشتريتها ما كنت بعرف إش كانت نسوانية ولا رجالية. بلا نسوانية أخي، مكتوب عليها سعاد. مين هي سعاد أخي؟ إيش بعرفني من هي سعاد؟ يعني يمكن أنا اشتريتها بالغلط مكتوب عليها سعاد. يلا خلي اغسليها وروح اغسليها بسرعة. يلا أوام. ايه هاشم افندي، ما قلت لي شو صار معك بالخسخانة؟ والله الحكمة ما قصروا، فحصوا البنت وعطوها الدواء اللازم وقالوا له لابوها رجعنا اياها بعد كم يوم. صعب يسأل عن واحد من حاركم عم انسى. من هو؟ شب ابضاغي اللي له شهر عياش، عرفته؟ ليش شبه هاد؟ شبه؟ شو قصته؟ مطلوب للسرايا شيء؟ لك لا، شو مطلوب؟ لك انا شو قصته؟ عرفته انت؟ لك ايه عرفته، شبه؟ لك الله يبارك لكم هيك ابضاغي، والله من باسم بين عيونه. ليه بقى؟ يلا وكيلك شفت لك منه شوفه شي برفع الراس، كان ماشي بحاره نح باب الجابيه، عم شف لك اثنين زعران عم شلحوا ثلاث حريم الذهبات اللي معهم، قام هجم لك عليهم مثل النمر، كان راح ياكلهم بلا ملح، دمام تدماي خلاهم رجعوا الذهبات للحريم، اللحن قدامه مثل كلاب. لك والله بيرفع الراس، بس لو ما كان من بيت العياش. أنا شو معرفني إنه مكان لاحي حريماتي وعم يتلصلص عليهم؟ عمي أنا بشوف إنه تساوى عزا على عين العالم. مشكلتك بختار إنك طيب وحنون. تحسين بالنسبة إلي ماله عزا بنوب، ولا بندفن بمدافن بيت عياش. لا تكون قاسي يا بدهام، مو هيك عمي شايف؟ والله يا عمي يا بضاح أنا شايف إنه العقيد معه حق. يا جماعة خلينا نحكم العقل. الناس دريت بموت تحسين وراح يجوكن وفود وفود. شو بتعملوا لك يا ابو ادهم؟ طلعوهم؟ استغفر الله، شو نقلهم؟ ايه معناتها العزاء مفروض عليكم، مفروض عليكم. يعني ما في مهرب مختار؟ اذا كان هيك انا برايي نعمل العزاء ليله وحده. كمان هالحكي مزبوط شاهير. هلا ببعت ديبو انا بخبر الدكنجيه واللي قاعدين بالقهوه انه العزاء يوم واحد. خلاص مثل ما بدك مختار. معناتها هي الشغله خلصنا منها. شاهير صحيح امبارح كنت عم تلاحق حريم ابو خيرو؟ انا مختار، اعوذ بالله. الله محيي اصلك ويرحم عيون الوالد يا شاهير. تعيش يا مختار، تعيش. انا بعد خبر هاشم افندي يجي يسمع باذنه. وانت سمعت هلا؟ سمعت يا ابو ادهم. هاشم افندي رجال طيب وابن حلال، بس عيلته انه خلقه ضيق وما عنده طولة بال وما بيحب الغلب، مشان هيك انا بعثت له خبر ليسمع باذنه. يشهد علي ربي ورحمة أبي تحت تراب أني لا كنت عرفان مين هنن ولا حريم مين ولا من أي حارة. مصدق عمي شاهير، مصدق بأمري ما خاب ظني فيك لقفات، ولا بصدق عنك هيك شغلات بنوب. كان بده ديبو أجير المختار. أبو وضاح بده شغلة من السرايا بعد ديبو مشانها. أيوة قوم لك أنا البس أواعيك وروح عزي الجماعة، والله بلاقوها قد الدنيا. عمالي رايح. عالعافية يا بي. عالعافية يا لين. شلونك يا مو؟ أهلين يا مو، أهلين. شو يا بي، ما بدك تقوم تلبس لنروح العزاء؟ لا يا بي ما بدي روح. ايه يا بي بس يعني والله ما أنا حلوة منك، يعني أقل شي بس قدام أهل الحارة لازم تروح. بس يا ولد والله عال ما بقى غير تقلي الأصول وشو لازم أعمل وشو ما لازم أعمل. لا والله يا بي ما قصدي، بس يعني روح أنت عزي وتعال. أمرك يا أبي، أمرك. ابن عمي من بعد إذنك بدي روح على بيت أم شاهر أعزمها هي وبناتها وأم أدهم على الحمام. ليش ديبة ما عزمته؟ مبلا، بس افتكروا إنه عزيمة ديبة لإلهم رفع عتب. لك شو رفع عتب مع عتب؟ إن شاء الله عمريهم ما يروحوا. هلا مو أنت قلت لي إنه أنتوا حريم ببعضكم وأنا ما دخلني؟ مبلا، بس يعني طيب أنت روحي بس سعاد بتضل هون. طيب مثل ما بدك. شو يا مو؟ شو بقى بيصير له يومين حاسه هيك كأنه ماله على حشيش المي؟ آخ لك أمي والله هذا أبوك ما بعرف كيف أعله. ليه شوفي؟
هذا يا سيدي لما رحنا أنا وأختك سعاد وديب الداية عالصاغة، هجموا علينا اثنين زعران وشلحونا الذهبات، قام الله دخيل اسمه بعت لنا جاهر. شو؟ يا ريان جدي والله خسارة ويا حيف، ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.